صار لي اسبوع قال لي صادر انه عندي لها مفاجاه كلش كبيره، وهي كلش كبيره، فهسه راح احذرها. شنو المفاجاه؟ صار لها اسبوع ما نايمه، صوت المدرسه مالتها على مود يوما ما تروح المدرسه، ما تعرف هي بالضبط شنو الموضوع. ترقبوا. هلا وسادره راجعه من المدرسه ضايجه متكئبه، شلونك؟ شنو هذا الاسبوع صار وانت كلش هيك؟ بس يعني انت اللي نفسك شنو راح يصير وما تعرفين شنو صرت؟ قل لي اوريدي. لا ليش ما اقدر؟ لازم انا من قبل شهر شاكه. لازم. ليش شاكه؟ لانه ماما قالت لي بشهر اكتوبر اكو مفاجاه لك. ماما هي مشكله، مفاجاه من قبل ما كبيره لازم تستاهليها، مو هيك تجيك يعني راسا. زين. اوكي، اكو تحدي. أوكي. اذا عبرتي تربحين الجائزة، إذا ما عبرتي وما عرفتي تربحين الجائزة. حاضرة لو لا؟ أوكي جاهزة. خلط الكاميرا يا ماما. صار لي أسبوع على نار، يوم الأحد ماما بس قالت لي فتشي الليل كله ما نمت. لا أنا أستاهل. المعصب يستاهل واحد يجيب له يعني إنه شو اسمه؟ التحدي اليوم هو إنه أنا ما راح أحكي، راح أسوي حركات وأنتِ لازم تحزرين شنو المفاجأة، أوكي؟ جاهزه؟ اوكي جاهزه. انا راح انفخ شمعة. انا راح انا تشاعل ميلادي، تشاعل ميلادي، وما هديت لي هديه. اي اوكي، قويه صادقه قويه. انت راح تهدي لي فد شيء هسه، اوكي؟ بعدين باكر انا وياك راح نسافر، راح نحضر شو، راح برشلونة اسبانيا، رقص اسبانيا. شنو باكر رايحين لاسبانيا انا وياك. الهدية من شركة جميرة، صار لهم شهرين يحاولون يهدولك هدية باتصال وياي وما يعرفون شو يسووا لك، فلقينا الحل انه راح يستضيفونا باسبانيا فندق من فنادقهم والجولة تبلش هسه. الساعة 5:30 منتجين الى المطار. شعور لحد الان ما مصدقة، ما مستوعبة. ليج اوت. اي وصلنا اسبانيا. وصلنا. طبعا وين ما نروح بالمطارات مكتوب ساليدا، بعدين افتهمنا انه ساليدا طلعه، بس على ما افتهمنا انه هي طلعه احنا شنو مسوين رقصه واغنيه عليها. انا السريداري داري دا انا السريداري ليج اوت. انا السريداري داري دا انا السريداري مع اللقطه الرومانسيه. بليز كم ان. ثانك يو. شنو ساندرا شنو؟ لا تدخل. شوف الاضاءه. شوف المنظر. اي هاي سفينة باقت. يلا مو مشكلة من اول يوم. ساندرا احنا وين؟ شنو هال مايوركا هسه؟ واو واو واو. اعيدها بعد مرة. واو. جميرة بورت سوير. لازم اعترف لكم انه عمري بحياتي ما طالع من بالكون بهيج فيو. يعني شو خطر ببالكم ولقيتوا اللوكيشن؟ شو منو دزيتوا؟ منو الذكي العبقري اللي قال لكم خلينا نبني فندق هنا؟ هذا ارض ابوسه من قصته. اسمع المي يتفرفش على الصخر الممتع. ولكل سفره اغنيه السفره هي هاي، تذكروها. الاخت ماخذه راحتها. وصلنا لتالي سبا، خلينا نشوف شنو الفيلم. ايه اشتغل يسوي لنا شاي، مو جايه بس ونسى. اريد شاي بفستق البندق، سامع بي؟
مثل ما تعرفوا ما نقدر نصور بالسبا، بس راح تشوفون تغير جوز بوجهي من اطلع من السبا. هاي السليدة طبعا. انا بعد الفلوق كله راح اكمل ايش لان صرت كلش رلاكس. بابا سقط قلبي. اوه ماي جاد. واو شفت مام. اكسايتد. I'm so excited. Like, what the hell? Like, I'm really excited. Sandra, راح ألبس الحذاء مالتي المكسان. من تتبعين مسلسلات إيطالية تفهمين شنو المكسان. درج على اليسار المفروض مسارية. بس أحكيهم ما يفكرون حطيها رأسا. يعرفون ذوقي ساندرا، يعرفون ذوقي. Hi, how are you? Thank you. المنطقة اللي احنا بيها بورت سولير مشهورين بزيت الزيتون، وجربناه هسه وحطينا عليه شوية بيبر وبالخبز مالتهم طلع فتشي يموت، وجابوا لنا مزبوش هذا. انا سيرف وقع اي ليف منيون تشوربه اون توب هذا الاوكتوبوس ييزي اون توب اوف ذا اوكتوبوس اس ويل ذا بومارو فروم فيل. ونتقدم من العشاء للريوق، نفس المنظر بس الاجواء تختلف. هاي ساندرا، هاو ار يو؟ Could you please take the tissue? Thank you. اللوك تبعي اليوم صياد إسباني، من يخلص من الصيادة يروح عنده محل مع الملابس بيع ويشتري. وأقدم لكم ال أنا السريدة داري أنا السريدة. فريق العمل اليوم أنا وساندرا وحبيبنا خيسوس اللي هاي السفرة هو داير باله علينا وديراويننا مايوركا. Gracias. هذا القطار عمره 100 سنة وكانوا ينقلون به برتقال من سوير لبالما. سوير وبالما منطقتين مختلفات على الجزيرة وبناتهم جبل، فهذا القطار من بنا زرفوا الجبل ودخلوا به هذا القطار. البرتقال يجي من سوير يودونا لبالما، ومن بالما يودونا بواخر الفرنسا. واليوم البرتقال انقلب إلى سياح. وصلنا الى المدينه القديمه، باعوا مثلا البرتقال هيك عشب باك يحط لك اياه. طبعا هاي الكنيسه وهذا البنك اللي هنا صمموها الطلاب مال جاودي. العشاق الهندسه المعماريه يعرفون منو جاودي، اللي هو صمم نص برشلونه ستايله مخيف، اللي رسمها من الساجرادا فاميليا اللي حد اليوم بعدهم دا يبنون بها. صرنا من اهل البيت بعد. هاي كانوا مسوين حفله بس نسوا يسدون البوري. يعني الاسباني حتى من يضرب ابنه يضربه بستايل تألق بألوان غريبة. طبعا تقريبا كل الفواكه تشوفوها هنا كلها فريش من الجيران من الحقول اللي يمهم كلها، حتى اللون يعني الطماطة تحسها حمراء. سندورة. نعم. عيد ميلاد سعيد. أموت عليك، أحلى هدية. أموت عليك. أموت عليك. أتذكر ساندرا بارحة وصلت المدرسة تعبانة ما لها خلق تحكي، قلت لي لؤي اليوم كان أسوأ يوم بحياتي. أيه. ما سألتها ليش، لأن كنت أعرف إنه راح أغير مودها ثانية. ما نعرف وين خسوس ما أخذنا اليوم، ما نعرف. وصلنا المزرعة يمكن. أنا وساندرا هسه قاعدين نتفرج فيلم بالجمعية مال الفلاحين مال سوير، يشرحون لنا شلون يزرعون الزيتون وشلون يزرعون البرتقال وشلون يحافظون عليه والمكان اللي يستخدموها وشقد هذا الشيء بالنسبة لهم مهم من قبل 119 سنة. It's just because they are green. We got 11,000 of kilos. هنا الزيتون يدخل لازم كمية معينة على مود تشتغل الماكينة وتصعده هنا وتفلتره. لازم تحطون بالكم إنه كل 7 كيلوات زيتون تسوي لتر جل زيتون. الزيتون يوصل من فوق ينزل هنا، هذا الزيتون ده ينطحن هسه بعدين يجي هنا بالسنترفيوج. السنترفيوج شنو راح تسوي؟ راح يفتر بيها الزيتون كلش سريع الخلطه مالته، وراح يفصل الليكويد اللي هو السائل عن
الأشياء الباقية اللي هو الفصام ما تشوفون هذا المتبقي من الزيتون والليكويد مالته السائل راح ينزل جوه، بعدين يحطون السائل مال الزيتون هنا يخلطوا ويا مي بارد، بعدين نوصل للكهف. كل كونتينر هنا ب 6000 لتر. ثلاث أشياء لازم زيت زيتون يبقى بعيد عنهن، هو الضوء ودرجة الحرارة العالية والهواء. أكو أغنية على الهواء. الهواء 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 أخبرها. هسه نجرب. And I bring you some bread if you can. صعب نشرح لكم على الطعم. هذا يزرع الزرع. عيد ميلاد سعيد. شكرا. أنا سريد أنا داري أنا سريد. مكتب السياحة وين؟ ما مشغولين دولة مجوز ما يشتغلون هنا. جينا بالحقل مال البرتقال. اللون أخضر. هاي برتقالة بس هاي راح تنضج بالسيزن الموسم الجاي. معلومة غريبة على هاي الشجرة اللي عمرها 80 سنة. طبعاً تشوفون شيء غريب إنه هنا ألوان مختلفة. ما أعرف شلون بالضبط مطلعين أغصان مختلفة من نفس الشجرة دامجيهن سوا بحيث تعطيكم نفس الوقت ليمون وبرتقال ونوع ثاني من البرتقال، وكل غصن يشتغل بموسم معين. هاي شيء كلش عجبني، ما كنت أعرف إنه أصلاً هذا الشيء يعني ممكن. يا ريت ساندرا هم نحط لها كم غصن، غصن ذكاء، غصن هدوء، غصن. السلام عليكم اغاتي. هذا السيستم مال المياه كان مبني بالعصر الاسلامي مال مايوركا، وطبعا مو كل الناس اللي عندهم اراضي يستخدمون مي، لا كل واحد الى مثلا نص ساعه باليوم يوصل له المي مالته عن طريق البوري مالته. سيستم عجيب انبنى صار له فتره كلش طويله قبل ستاربكس، قبل جوجل ودني يعني. فيجا دي مور. فيجا دي مور اللي احنا بالبيت نسميه الهندي بس ما اعرف بالضبط شنو اسمه بالعربي. وهسه مرحلة أكل البرتقال. واو. وهسه اجينا نجرب كل الأشياء اللي شفناها بالحقل لايف بالمعدة. وهذا اللي قطعناه من الساعة. اخ اجواء طيبه ومرضى ودعكم، بس لازم اخو مال الفلوق يطول يومين، فاحنا شو راح نسوي؟ راح نوقف هذا الفلوق بس بنفس اليوم راح نبلش فلوق ثاني تشوفونه باكر على نفس القناه. نحبكم نموت عليكم. كل المعلومات مال جميره جروب الهوتيل والاماكن اللي زرناها راح تشوفوها جوه. و و و و اشتركوا بالقناه، حطوا الجرس حتى باكر ينزل الفلوق التكمله مال اليوم وتشوفونه. نودعكم، نحبكم، نموت عليكم. شكرا على المتابعه. و ساندرا عيد ميلاد سعيد.